اهلا بحضراتكم من جديد. بتضحك ليه؟ قول لي. على الاهداف الجميله دي والاجيال الجميله وابو تريكه الجميل واسامه ومتعب الجميل الجيل الجامد ده. نجوم يا كابتن كلكم حاجه تشرفوا. وعلامه يهوب طبعا عشان ما نسويش. كلكم حاجه تشرفوا والله كابتن. كل الاجيال اللي بقى في النادي الاهلي انا بشكرها، كل الاجيال من 1907 لحد 2019 كله قدم، كله ضحى، كله اشتغل بما يرضي الله، كله اخلص. فكل التقدير والاحترام لاجيال ونجوم النادي الاهلي، ادارات النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي مهم جدا يا كابتن، لعيب النادي الاهلي، فهي دي اسره النادي الاهلي الحقيقيه. سر الحب النادي الاهلي يا كابتن ربيع، اخر سؤال هساله لك. ده سر الحب ان 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 الصغير بيحب الكبير والكبير يحترم الصغير، ان في علاقه اخويه دايما، ان كله بيفضل الكيان، ان الناس الكبيره العظيمه طبعا كابتن صالح سليم، سيادة فريق مرتجي، كابتن عبد الصالح الوحش، كابتن حسن حمدي، كابتن الخطيب، الناس الكبيرة دي كان لها أدوار مهمة جدا في الترابط، فتعلمناها، فكله جيل في جيل في جيل خد الحب، خد الاحترام، خد الرغبة في سعادة الجمهور. من هنا الدنيا بقت حلوة وكله حقق بطولات وكله على مستوى بقى جميل جدا، وزي ما انت شايف الكيان كله بيحبه ويحترمه ودايما في المقدمه الكيان يعني. اكيد يا كابتن، لو قعدنا نتكلم على اسرار حب الناس الاهلي مش هنلاقي سر معين. بس طبعا اكيد 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 نورت وشرفت، ربنا يخليك، عارف جدا بشكرك. مش عايز اطول عليك عشان عارف انت بتنام بدري. كويس كده، شكرا وبالتوفيق وكل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي واداره النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي. نورت وشرفت. شكرا يا ميدو، بشكرك جدا، ونجم كبير جدا، شكراً. انا عن نفسي بتشرف بيك. شكرك يا حبيبي، شكرا جزيلا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. كان النجم ربيع ياسين معانا في الفقرة الأولى، إن شاء الله في الفقرة